Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم جيت كم بوصفة تاع سلطة فروي، يعني هي ماشي وصفة صراحة، هي طريقتي في تحضير سلطة فروي، يعني سلطة الفواكه، وطريقتي في التقديم. هي راكم عارفين سهلة مهلة، لكن كل واحد واش يزيد فيها. المهم ما نطولش عليكم، نمشي ونشوفوا طريقة التحضير واش كذلك نحتاجوا فيها. الحاجه الاولى بيان سور هي الفواكه اللي تكون متوفره ولا متواجده عندك في البيت. انا مثلا عندي متوفر الموز، راه عندي الاجاس، راه عندي التفاح، راه عندي الفخاز يعني الفراوله، راه عندي الكيوي، راه عندي المشماش، راه عندي الكانتالو. كذلك واش نزيد؟ كذلك نزيد السكر، وانا نفضل البراون شوكر يعني السكر البني، لكن للاسف انا ما خلاص ما بقاليش على هذا، كنشوفه صح على هذا. والسكر يعني تزيدي شويه برك على خاطر فاكهه دو ناتور حلوه، يعني برك باش يتقل لك ديك الشربات ديالك. نحتاجو هذا كذلك اختياري قليل من العصير اللي تحبيه وتقدري تستغني عليه، على خاطر كما راكم عارفين الفاكهه سلطة فخوي عفوا مي تخدميها بوحدها من بعد تطلق هذاك الماء ديالها. نحتاجو كذلك هنا القليل من الماء الزهر، وكذلك نحتاجو الى فانيلا سكر، يعني سكر معطر بالفانيلا راكم تعرفوا انا نفضل هذا على الليكيد السكر الفانيلا. ونحتاجو كذلك الى عصير الليمون، وهذا علاش؟ باش يحافظ لنا على اللون تاع الفواكه ديالنا خصوصا الماء. ومن بعد ما قطعت الفاكهه ديالي الى قطع صغيره ولا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، يعني كامل قطعتهم الى قطع صغيره ما عدا التفاح، واللي صراحه انا ما نحبوش مع السلطه دو فخوي على خاطر نحسو كلي شويه ثقيل. كي انا كيجوزي ما نحطوش التفاح في السلطه دو فخوي، بصح نتوما الى حبيتو تزيدوه. المهم اول حاجه نمشي نعملها وهي نجيب العصير الليمون ونحاول نعصرو على الموز ولا البنان هكذا باش ما يكحلش، يقعد محافظ على اللون ديالو، يعني هذه بالتجريب، وفي نفس الوقت نخليه يتنكه، والموز نخليه انا في التالي عاد باش نزيدو. يا سمامي ماما تاع اوكي ماما تاع فوالا ماما تاع. والحين نمشي نوجدو ولا نوجد السلطه تاع الفواكه ديالي. ماما تاع اما بالنسبه للمكسرات هنا تبقى لك حريه الاختيار، اما تضيفيها مع سلطه الفواكه ديالك ولا تكتفي برك بالتزيين من الفوق، وخصوصا خصوصا يعني الجوز واللي عنده فوائد كبيره بزاف بزاف. يعني نفضل يعني تضيفوه مع سلطه الفواكه. وكذلك راني عامله هنايا اللوز، يعني تشكيله من المكسرات. بعد ما الصالة دو فخوي ديالي خلاص راها جاهزة، ما عليا الحين غير نغطيها بالبلاستيك الغذائي وندخلها للثلاجة ترتاح على الأقل 4 ساعات إلى ما فوق. هذا علاش؟ باش داك الماء تاع الفواكه ديالي كامل يهبط والفاكهة تمزج مع بعضياتها البعض، تعطيك نكهة خاصة، وفي نفس الوقت باش الصالة دو فخوي ديالنا تبرد. المهم ندخلها للثلاجة ورانا إن شاء الله نشوفوها في آخر فيديو، في يعني في التقديم ديالها كيفاش. صح ماما 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 ماما
هذا هو الشكل النهائي. طريقتي في تحضير سلطة الفواكه أو طريقتي في تقديم سلطة الفواكه، ونتمنى إن شاء الله أنها تكون عجبتكم. والحين مع اليمن نقول لكم غير تبقوا على خير، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد. ألو باي باي.